ابنائي التلاميذ بناتي التلميذات، ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشرحوا الرومو ديال لابواط اميرفي ياك. المهم في هذا الطابلو كيف ما كتشوفوا راه كيتحط لكم كل سنه بحال بهذا الشكل هذا. هنا في البدايه في هذا لاكاز الاولى كيحطوا لكم لو تيتر، لو تيتر ديال لوفر يعني العنوان ديال الرومو. وطبعا هنايا غادي نهضروا، بما اننا غادي نهضروا على لابواط اميرفي يعني العنوان ديال الرومو هو لابواط اميرفي ياك. عاوتاني هنا كيحط لوتور، شكون هو لوتور؟ لوتور ديال لابواط اميرفي هو احمد السفريوي ياك. اللي طبعا راه تزاد في 1915 وتوفى في 2004 ياك. لو جون، النوع ديال الرومو، طبعا النوع ديال الرومو كيف ما كتعرفوا راه هو سميتو اوتو بيوغرافي يعني سيره ذاتيه ياك. لا دات دابا هنايا كنشوفوا لا دات اللي تكتبت فيها الروايه، تكتبت في 1952 وطبعا تنشرات يعني تنشرات في 1954 ياك. هنا السياكل، سياكل يعني القرن، طبعا هنا غنديرو 20 سياكل ياك. سي زوفر يعني من ضمن من لي رومو الوحدين الاخرين اللي عنده من غير لابواط اميرفي كتكتبوا ليه مثلا هاد الثلاثه، لو شابلي دومبر، لا ميزون دو سيرفيتود، لو جاردان دي سورتيليج ياك. في هاد الطابلو هذا غادي نهضروا على لو ريجستر او توناليتي، راهم كتعرفوهم عندكم في الدروس يعني هنايا لي غيك والغياليس. من بعد غادي نهضروا، غادي نشرح لكم ان شاء الله في واحد الفيديو واحده اخرى غادي نشرح لكم هاد لو ريجستر اي توناليتي راه من ضمن الدروس ديالكم. لي غيك طبعا كنخصو فيها لي سنتيمون يعني الاحاسيس كامله. في لي رياليست كنهضروا على لي زيفينمون غير يعني الاحداث الرئيسيه ياك. هنا في لي تيب انواع، طبعا كاين نغاتيف وكاين ديسكريبتيف. لو نغاتيف باش كنعرفوا التكست انه نغاتيف ملي كيكونوا فيه لي فيرب كاملين في الباسي سامبل، يعني لي فيرب ملي تيكونوا في الباسي سامبل راه هو تكست نغاتيف بوغ راكونتي يعني تنكونوا تنحكي. في لا ديسكريبتيف الوصف كيكون لي فيرب كاملين في لامبارفي يعني بوغ ديكخير في لامبارفي ياك. هنا la focalisation عفوا ابنائي التلاميذ هي لانترن، علاش؟ كار il s'agit d'une autobiographie il y a l'utilisation de pronom اللي هو le pronom personnel اللي هو je يعني le narrateur كيهضر على راسو. le personnage اللي هو l'auteur كنستعملو le pronom personnel اللي هو je يعني انتر ياك. هنا غادي نهضروا بعجاله على لي زيفينمون اسونسييل، تبعوا معايا في الشابيتر ابنائي التلاميذ. شنو علاش كنهضروا على لا سوليتود دو لونفو يعني هو لوتور هضر على ديك الوحده اللي كان كيعيشها في ديك الدار ديالو، كيف ملي بدا كيوصف ديك الوحده حس بالوحده وبدا كيوصف لينا الدار شكون اللي ساكن هنا شكون اللي ساكن لهيه دير الشوافه ودوك الاحداث وداك المراسيم اللي كانت تتوقع وداك الشيء اللي كان تيضرو ديك الروائح ديال البخور ودوك الناس اللي كانوا كيجيو وداك الشيء ياك. وشويه بدا هضر لينا على لا ديسبيوت على داك الشجار اللي وقع ما بين زبيده وما بين رحمه، على ود كان يوم ديال الصابون اللي هو كانت باغا تصبن زبيده ولات قالت ليها لا نصبن انا هو اليوم ديالي، فهمتوا؟ وتقاسموا على هادشي كامل كان في شابيتر 1. شابيتر 2 ابري لو مسيد يعني منين نرجع سيدي محمد من المسيد، يعني المسيد هذا بحال اللي كنقولوا حنا واحد دار القران قريبه من الدار فين كانوا كيسكنوا، كان كيمشي يجلس فيها كيقرا فيها القران سيدي محمد. يعني لاله زبيده غسوا لا فيزيت دو لاله عيشه كي فا لي زاكومبان اسيدي بوغال، يعني لاله عيشه مشات عند لاله زبيده يعني مشات عندها زياره وقالت لها يلاه يمشيو لسيدي بوغالم. سيدي بوغالم هذا هو واحد الضريح كيمشيو كيمشيو كيديروا له زياره ياك. هادشي اللي كاين المهم في شابيتر 3، تبعوا معايا هنايا في شابيتر 3 لا ديسباراسيون دو زينب
et l'organisation des pyramides, la disparition de Zil, bafon بعدا على هاد القطاع قلنا la disparition de Zineb et l'organisation d'une cérémonie pour célébrer de sa retour. يعني ملي تلفات زينب داروا بغاو يديروا واحد الحفل قرروا انهم يديروا واحد الحفل احتفالا بالرجوع ديالها. يعني في شابيتر 3 كامل هضرنا غير على الاختفاء ديال زينب والرجوع ديالها والاحتفال اللي داروه بالرجوع ديالها. في شابيتر 4 لا فيزيت على العائشة اي لا ديسبوت انتر مولاي العربي اي سون اسوسيتي ا عبد الله عبد القادر. فهمتوا؟ يعني واحد الخصام اللي هو دار ما بين مولاي عبد الله وما بين عبد القادر. هما شركاء على فكره. راه مولاي العربي هو الزوج ديال العائشه. ولا العائشه جات عندهم تما ملي سمعات واحد الشجار اللي دار بيناتهم. هو كيخدم كيصاوب الشرابل في واحد الشركه فابريكي دي بابوشي كيف ما شفتوا في الروايه ياك. المهم هادشي اللي دار في شابيتر 4 داك الشجار اللي دار بيناتهم والتدخل اللي دخلت للعائشه ملي مشات زارتهم. وصافي هادشي اللي كان في شابيتر 4. شابيتر 5 لانونس دي بريباراتيف على فيت ديال عاشوره او امسيد. يعني كانوا داروا واحد الاعلان باش يبقاو يهيئوا العيد ديال عاشوره في المسيد. فهمتوا؟ وكان عاوتاني الحدث الاخر هو لامور يعني الموت ديال بنت طاهر الكوافور. يعني داك الحلاق الموت ديال الحلاق اللي هو بنت طاهر توفى في شابيتر 5. شابيتر 6 لو نيتواياج دو مسيد اي لاشا دي نوفو فيتمون دي جوي اي دي اي سوكوافي. يعني مشاو كينيتواييو المسيد باش يحضروا فيه الاحتفالات وشراو حويجات زوينين. فهمتوا؟ دي جوي وشراو دي جوي وصافي سوكوافي. يعني بصوح القوقة الضو وشراو لي جوي وبداو كينظفوا في المسيد. فهمتوا؟ في شابيتر 6. شابيتر 7 لا سيليبراسيون دو لا فيت دو العاشوره لو بونور دو محمد اي لا جوا دي فام. يعني داك الاحتفال نيت بداو كيهضروا على الاحتفال ديال العاشوره والسعاده اللي حس بها سيدي محمد ولا جوا الفرح ديال لي فام كاملين كانوا فرحانين بزاف. في شابيتر 8 لو كومبا يعني كيف ما كنقولوا خصام شديد انتر le père de narrateur سيدي محمد et le vendeur دي واحد الخصام واحد الشجار قوي ما بين le père de narrateur وما بين واحد le vendeur de bijoux et le remariage de مولاي العربي. هاد مولاي العربي ضربها مع راسو بزويجة اخرى بنت الحلاق. فهمتوا؟ لا في دو كوافور مع بنت الحلاق. المهم هاد الاحداث هي اللي وقعت في شابيتر 8. في شابيتر 9 لا فيت دو مولاي عبد السلام. يعني واحد الاحتفال ولا ما كي بغينا نقولوا ليه ديال مولاي عبد السلام اي لانونس الاعلان دو سون فواياج اللي هو راه غادي يسافر ولا فيزيت دو لاله عائشه اي لا ديسيزيون دو كونسولتي سيدي العرفي. فهمتوا؟ يعني خداو واحد القرار مهم هادشي كامل باش اللي هو اللي كان وقع في شابيتر 9. فهمتوا؟ القرار اللي اتخذته لاله عائشه ولانونس ديال لا فواياج ديال سميتو ديال مولاي عبد السلام. هادشي هو اللي وقع في شابيتر 9. شابيتر 10 الكونسوليسيون دو سيدي العربي باغ لي دو فام افيك لونفون اي لونفوا دارجون بوغ باغ لو بير. فهمتوا؟ يعني كانت واحد اتفاقيه بحال اللي بغينا نقولوا اتفاقيه ما بين سيدي العرافي وما بين لي دو فام. فهمتوا؟ ديال الارسال ديال الفلوس عن طريق الاب. هنا شابيتر 11 لا ديسبوت نهائيا انتر مولاي العربي اي سانوفيل اي بوز. يعني الخصام
النهائي او القطيعه ما بين مولاي العربي طليق طلقوا يعني تفرقوا وسانوفيل ايبوز يعني الزوجه ديالو الجديده سلامة غاكورد يعني سلامة هو اللي حكى لنا هو اللي حكى لي دو فام على ليفولوسيون دو لا غولاسيون انتر مولاي العربي هادشي اللي كاين في شابيتر 11 شابيتر 12 طبعا لو روتور دو بير لو روتور دو مولاي العربي يعني الرجوع ديال الاب والرجوع ديال مولاي العربي المهم راه هذا هو التلخيص الدقيق ديال شاب ديال لا بواط ا ميرفي يعني بواحد دقه ان شاء الله في لا فيديو الثانيه غادي نهضروا مزيان على الشخصيات كل شخصيه على حده وغادي نزيدوا نوسعوا في الاحداث فهمتوا هذوك مجرد بحال اللي يقولوا عناوين ديال لي شابيتر يعني احداث رئيسيه في لا فيديو الثانيه غنهضروا على الاشخاص يعني لي بيرسوناج وغادي نزيدوا نتوسعوا في الاحداث يعني نفصلوها ونتوسعوا فيها باش نزيدوا نفهموها اكثر واكثر وصافي والى اللقاء في لا فيديو الثانيه ابنائي التلاميذ والسلام